موضوع اللي هو تاسو مقنعي قرأت هدول هيراد إنت أنا مذكر إنه حرمة أنا خسر دولنا ورا شيخ محمد ورسماء هيرابة إنه هاي هذا القرآن الله هدول هيراد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وحن قبائل إن أي نمط كان نجار شقين دونا يود يعتبر سكتلا أو جرا يرن ساسكلا أو شقين دونا كنت ووح الآدي أدلو جبهية بحجر هذا برنامج مسلسل نكاس سكون مجال أن كني بالمحل الاستراتيجي بوك تاريخ الصومالي وكهذا ليه أيوه سديد لعطن سنة مين هم إنتو ممكن تسمع الناس وكم تاع كم سجل بقول كوبي أفكر كي لازم يسجل كي حمار هذا الموضوع شو هذا حركة فرنلان كيف أفكر تلياني أي غورة أفكر بدنا كده يجرب هذا الموضوع شو كيف تلياني قاعد تبرر سوري مركب أسبوعي ست حمار موضوع في حيسو قيليان بوق محمد أيوه كشكينة مربى خير السوق هذا مربى خير السوق هذا مركا ساسو كلان رجينا يا ماركتا عيدا عيني نقوم دونتو رمتي وقتي واسخيري وحوم علينا يا أبيو وحاوين أن أمانك سخوة نقومتو أي كرنو حاوين حتى هذا الكي قدن بيعاتي انتي أنك أن أغان وحكا الشيء وحكا لخياسي نقونا يا دن بيعاك خالك هذا قياس نقوتو مركا انتا سومد أدوفا إبس إلهي أجري حسن الله كاسيو ميزان كالباقر الله والكربية حجوا هل كان ضد أصحاب اللي توقعوا قريالو هو إلى بروفيسور ورفاع هو أصوب اللي قصار كي هورا وكنت آدي 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 كما قدنا بيها و علم الجيولوجي داعدي كلية الجيولوجي ومعاني كاها نعاني المدشو تلياني قصيدة سكرة رسالة رقاها هو آدي كما قدنا مركة ضد واحدي عاو هدي إجابتان وحين نوغو تاقي ياجرا بروفيسور ورسالة جاوي ساقنا واحد بدن تعرف لك قرية سوماليا أنا بقول عن قرية رفرنس عن سوقاتي كيسي كي تونجي تساسو حلتا ولكن أبو غادر يبجوغا وبوك ما هي دي مكتد السومالي دا لأن آد لقيام قال واح وقلي واحد يوان ليا أبو حاكم دا سومالي كيس كيس هلا قيدا بامبوك تاي إيري دا تكتمر أم إيري يلك اللي تبقلي إلا تبقون دا كيس كيس سيدو قوية خالنا ما هي دي مكتد ودي إيو والليا بسا وحاجوغا إرابي واسيق لتركي ستن كاس مكلي إرابيو سبب يبقان كهديو آد بوان أكسن ومركا ساحبكي أحمد فرح ودي واح بغن 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 سون جوغي واح سيارة كجر مميد وقياسة جنو حصور وقياسة ياسيق لتركي سا مركا انت هور واحد قرينا ان ايسا سوكلت او حنا رجوغا بورد انجليس كنيك يقول ري او سومالي اه او اي بلد بورتو يدا اي سيسو هاشم دعالي انك شاك بلد بقبل واحد بدونه بسيقنا او هو يأرنو بلي اي علمي قبيرا او سوبرتي سومالي ايطالياني مكبرتي رمها ومتقان بلشودا وايدا ايضا وجراء ولي بعض تيزا وايدا وعاد قوة
ولكن أنا حق المجدد يعني ضدنا قيمة لها مشان جوا أو ما أدري أنا رجعني إن إيجا إن هي سوالف دي ما ننتهي هيا من قلم وين اللي يراد الله قلم كيس ولي سيلو كيس ولا مركا ولكن عمر إلهي أكعب المريم أعوب الله يمرع عمر دان أدي هذا وما سنتعك سيدوك لسحيبك وراء وصدنا صلاة أقانا لكن ولي وحن قرر سنة سلطاني نتاعي تارتهاي إنو ما حتى مكراه والله ساسو كنتا هاي وان ما سنتين مقع أيقوى دكتور عبد السلام محمد إيسا السلوي رنتي وحاره معلم وجامعة له كشقي هذا بدل محبنا بصر جامعة بارجع أفكر قال له واحد مرك القرآن واهي الحمد لله وصوت عن القرآن قر الآن حسنا وحوي له له بوبان قري التاريخ الصومالي هو ولي بعسلي هالسلمية وحلو الرجل كوكر وصولة دولة رنتي فرحة وحياة إلى المنطقة بشوكة هاي بوكان لأنه تجري أو فرشك رنتي مرك هوري قفك مركو في سلية هاي فرشك وشاكو أبو أحلى مع الأوالي أكره لكن إذا معها سيد نوف السري براقة ونهار تاريخ ليسو كوي فرنتي رشاك وحكا الله يحالة هي قرن كرعة وطاريقة وكامل لغن دون طولي بقوبتوك وها ومركا ساقو مركا مقاتكا ها وحيامي لعي وحاق وسهل ومارتا وانا بضرا إلا هلو تد مقاتكا ها أم قوبتوك marka taariikhda Soomaali history bay ka bin qolaysa runtii tusaale weyn baanu ka helay aroo qof ahaan wariba aad bay isaameysay waayo marka asoo kaalayo waa marka arday ka aha Soomaaliya xaaladii mar gaan galayse aan maqlayay marka wax aan ogaan karay ama aan matkara siyaasada ah ma ahayn laakiin maanta darsi way taa daro runtii ka Soomaanta aan qof weyn noqday marka runtii buugu waa buhiim waa taariikh marka qoraaga iyo Sudan runtii si uu buuq kana qaatiisa ku qoray iyo buuga taariikhda la qoray runtii aad bay u maasan yihiin waxaan ku darayaa oo kaliya laba qodob marka hore soo xulay intaha ku koobine wixii kale oo soo saho aad qori kale kartaan horta in la qoro aad heshaan dadka inta ka soo qayb gashay waxaan ku dhiirigelinayaa goob toog ina ka ahaataan waxyaabaha dhacay buug feer ba soo socda Soomaali been insha Allah bisha soo socota afrax waxaan tahay afrax buug bisho English loo bedelay parfail soo qori doono buug kale keen doono qolna kusocsiya taariikhda Soomaaliyeed oo maanta almost burburka keenay inuu burburo dib ha loo soo noolayo taariikhda xaruurteena oo waayo mataqaanaa dambe oo dhaalata iyo ku hadda dhashigeen yar oo soo koraya si u bartaan bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Abtidoon waxaan ka tirsanahay naadiga qalinleydii halabuurka Soomaaliyeed ee Somali Pen iyo Academy of Somaliga marka soo gabi aagal yiraahdo galabta oo sabti ah waxaan halkan Finisbury Park wqooyiga London ka dhacay bandhig buugaad buug la yiraahdo Kun Sheikh oo nin khabiira oo bangiyada Soomaali iyo hay'adaha wax soo saarka ama dhaqaalaha ka shaqeyn jiray xogogaal ah ayaa buugaas uu uga waramay intii uu ka ogaa een Soomaaliya wixii ay bariga dawladda ay lahayd hadii aan lahayn bangiga hadii aan lahayn warshado hadii aan lahayn wax soo saarka sida beeraha kalluunka iyo een burburkii markuu ku bilowday waxaas oo ay hoobadka ay bilowdeen een kuntii dadkii ka soo qayb galay su'aalo badan ay weydiyeen falcelin badan laga keenay buugu waxa weeye anigu saan aran buugu soo akhriyay sana oo arko buug aad iyo aad u xiiso badan oo qof walba oo Soomaali ah inuu akhriyay fiican tahay su'aalo badan kaaga soo baxay buugaas markaad akhriso oo aad isleedahay maxay saan u ahayd maxay saas u ahayd kadibna jawaabaha adiga inaad raadsataad u baahan tahay marka waxna sidii بسم الله الرحمن الرحيم أيها هو سلطان محمد سلطان إبراهيم سعيد سلطان قريري محلير إلهي مهدي مانتا وحمد صوم ورقنا بوغل يا رشاق وأحبتي أن كزو قد بي أمو إيسو الإيبي أما أنا حروسنا حاج عمر شام علي بيولي إلهي فلدي تسيفة عم بين الغول أحضي وحانا كسو قيب كلي قلن لي بدن وقريال أح إيوه أخر السيال بدن
ummadu xana u qaan xana waa qaran qaran waa akhristaan walaw ka qara waa akhristay yahay si fiican baan ugu dhacday waxana aad u soo dhaweynayaa mahadinayaa baala media oo kii noo yahay abroni oo runtii noo saaray wax badan inaan u soo gudbino bulshada Soomaaliyeed ee fahmaysa afkaan qaadano iyo kuwan Soomaalida ee afkaan la bartay aad baan u mahadinayaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم وغا رمشي حقتيسا انغا ايا لايغا قوراي سوره اكسنا وي نوغو دماتاي ادي سؤال كقبتينا وي وي ديسن جونا وحان اجوابي سدي رسمي اهي الهي وغا فضلات aad ku rajaynaysaa bulshada buugan xogtaada uu xambaarsan yahay oo qortay inay ka faa'iido doonaan aad u rajaynaysaa dadka waxa ay ka faa'iideysan doonaan inaanu waddanka ku burburin qabiilad ee aan sayhayd dowlad dhigtaariya oo aan u lahayn maamulka cilmi u lahayn sidii loo baabaysay iyadoo ogeyn ee looga faa'iideystay